عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخ بعد إذنك، أنا يعني شغال في شركة بس هي مش مصرية. نعم؟ وكان شغال في شركة بس مش مصرية، وكانوا بيبعثوا لي الفلوس على وسط اليوم، بس الفترة دي خاصة بالأشخاص بس. كانوا بيبعثوا لك الفلوس على ماذا؟ على وسط على ماذا؟ ويسترن يونيو. ويسترن يونيو؟ اه. طيب يعني ايه ويسترن يونيو يعني؟ المهم شركة يعني. لا انا كده بنك عاملها بحيث ان الناس من بره مصر بيبعتوا التحولات عليها. طيب وبعدين ما السؤال؟ هما دي خاصة بالاشخاص بقى اللي هو ايه الاقارب وكده. فكان بيحصل لهم مشاكل وكانوا بيضطروا ان هم يقولوا مثلا ان انا قريبهم وكده، بعدين اقترح عليا ان انا اعمل حساب في البنك. بس بعد ما عملته طلع بفوايد ماشي، وانا مش عارف اعمل ايه. خذ الفوايد دي واعطيها للفقراء بعيدين عنك لا تربطك بهم صلة. طيب يعني حتى لو في بنك مش شرط مثلا. انا قلت لك الان الفوايد خذها ما في مشكلة، لكن لا تستمتع بها، اخرجها على سبيل التخلص منها في مصلحة العامة. السلام عليكم. السلام عليكم.